السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. زي الصح. الله يبارك فيك. ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه انت مستني ايه؟ هاخد الاسم بتاعي عشان انتخ. من الكشوف ديت؟ اه. عشان انتخ. الحمد لله. انت جاي من الشغل ولا ايه؟ اه. جاي من الارض؟ من الغيط. اه. جاي من الغيط. ربنا يبارك لك يا رب. الحمد لله رب العالمين. طب ويعني الوقت ده مش بعطل عليك ولا حاجة؟ معلش عطل بقى، انا ده الوقت اللي مطلوب. ده الوقت مطلوب ايه؟ المطلوب ننتخب الرئيس. والانتخابات دي يعني وجهة نظرك فيها فايدة يعني؟ طبعا الانتخاب عشان الرئيس يبقى كويس للبلد ويصلح مصالح البلد ويشوف البلد اللي انهدمت دي 30 سنة. 30 سنة البلد مهدومة فيه. وانت واثق في الانتخابات دي يا حاج؟ طبعا. امال مش رئيس هيبقى رئيس الدولة؟ لا لا يعني الانتخابات دي يعني ما حدش هيلعب في الانتخابات ونتيجتها؟ لا ما حدش لا يقدر يلعب. لان الحكومة والجيش والدولة والشعب ماسكين كويس واقفين نظام جامد دلوقتي. الناس يعني مقبلة على الانتخابات عندك طبعاً. في البيت، العيلة، الشارع، كله طلع انتخب. هو يعني بتهيألي القرى ما كانش فيها الكلام ده قبل كده، في الأرياف يعني وفي البلاد البسيطة ما كانش فيه يعني، الناس ما كانتش بتروح الانتخابات زي دلوقتي. لا بيروحوا بيروحوا في مجلس الشعب لا انا بكلم على قبل كده، من زمان شويه قبل الثوره. قبل الثوره لا ما كانش في انتخاب، وكان في انتخاب 30 سنه والبلد مهزومه، البلد رايحه كلوها الكلاب. طيب وانت واحنا حقينا حق الفلاحين راح، حق الفلاحين راح خالص، حق الفلاح راح. ايوه حق الفلاح راح. عندك امل ان حق الفلاح يرجع يعني؟ اه طبعا. هو غلط الرئيس الاولاني قانون المالك والمستاجر، ضيع البلد دي ما كانش من حقه. طب انت تقول للرئيس الجديد اللي لسه يعني هينتخب ما يقدرش يرجعه بقى؟ لا هتقول له ايه؟ تطلب منه ايه يعني؟ احنا نطلب من البلد ابني يشتغل وابن التاني يشتغل ومصانع والعالم تشتغل بدل البطاله والسرقه اللي بتحصل في البلد دي. انت اخترت يعني، انت دلوقتي عارف انت هتدخل تنتخب عشان هيرجل هيبقى مالك رئيس الجمهورية ويعدل المصالح بتاع البلد. ليه اخترت ده وما اخترتش ده؟ ليه؟ ايه الفرق يعني؟ اخترت دي ليه؟ حد قال لك مثلا؟ لا محدش قال لي على حاجه ولا وعانا على حاجه. بتتفرج على التلفزيون مثلا؟ اه بتفرج على التلفزيون وانا قاعد. بتشوف ده وتشوف ده؟ بتشوف دي وكل حاجه اللي بتيجي في التلفزيون بشوف. كنت بتشوف اللي بيسموها المناظرات والكلام ده؟ والمناظرات وكل حاجه بتحصل في البلد، والسرقه والبلطجيه واللي معاهم سلاح. وسرقه البهايم من البيوت. طب والرئيس اللي انت الرئيس اللي ومفيش حكومه، مفيش حكومه تمسك البلد. طب الرئيس اللي انت اختارته ده، الرئيس اللي انت اختارته ده ايه يا حاج؟ خليك معايا، انا معاك اهو. سيبونا نركز مع الحاج شويه يا جماعه. ماشي. ده دي فرصه كويسه في الحياه والله. هو بيتكلم من قلبه، بيتكلم كده يعني ايه، لا بيزوق كلام ولا بيعمل. لا لا هنزوق ليه بقى؟ ما عادش ينفع بقى زمان التزويق ده. ما عادش ينفع. لا ملوش لازم. من 30 سنه اتفضل. افرض اللي انت اخترته ده بقى، اتفضل، بعد شويه كده شهر ولا شهرين ولا ثلاثة اكتشفت ان هو يعني مش هيقدر يعمل حاجه، لان اللي بعد منه لو طالوه الشعب، لو طالوه كان موته، كان فسخه كده الشعب. لو طالوه كان فسخه يعني اللي جاي ده ما يقدرش يروح يمين، ما يقدرش يعمل روح كده ولا كده. ليه الشعب لو وقف تاني وقفه تاني هيمسكه فسخه؟ الشعب صح صح. ها كان نايم وصحي. الشعب كان نايم وصحي. محدش يقدر ينام. من 30 سنة كان الشعب كان يقدر يعمل الثورة دي يعني، اللي بتاعت طيب. اللي هي الثورة دي اللي قامت دي، من 30 سنة كان يقدر يقف الوقفة دي. طب حد بقول لك حاجة. اتفضل. حد ما هو ساعات يجي مثلا حكومة تضحك على الشعب تاني وتنيمه تاني. لا ما تضحكش بقى. ليه بقى؟ لأن الصحب كان يعني. لأن الصحب الشعب كان نايم في غفلان. ودلوقتي صحي. أنا وأنت صحيت والتاني صحي. ويقفوا في التحرير ثاني وفي الميدان ثاني يقفوا. ها دي اللي يحصل. طيب انت قلت لي بقى الرئيس اللي انت اخترته ده او المرشح اللي انت اخترته ده اخترته بمزاجك انت. في البيت عندك مين؟ أيوة. ولاد ولا في حد هينتخب غيرك؟ كل ولادي والحريم وكله انتخب. انت بقى اكيد قلت لهم انتخبوا نفس اللي انا عايزه. أيوة. ولا كل واحد مزاجه ولا ايه؟ لا انتخبوا فلان وفلاني. يعني كلامك انت اه الله مش سيبهم بمزاجهم؟ لا بمزاجهم لا، ما يعرفوش حاجه لان حريم.
هو الحريم ما يعرفوش حاجة حاجة. آه لا ما لا يعرفوا كل حاجة. ما يهمش. ولا هم لازم يعرفوا. ولا هم يعني عشان بي يعني بيحبوك فبيمشوا وراك. اه لازم يعرفوا. ولا انت انا عايز اعرف بس يعني اتفضل. هم مشوا على رأيك عشان انت بتجبرهم يعني ولا عشان هم مقتنعين بدماغك؟ مقتنعين بدماغي انا راجل كبير البيت. لازم ابني ينتخب صح. اللي انا بقول عليه وديه 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 وديه. ابنك متعلم؟ كله متعلم. متعلم مهندسين كمان. ولادك ما شاء الله. في مهندسين وانت اللي تسمع كلامهم ولا هم يسمعوا؟ لا هم اللي يسمعوا كلام. لان انا كبير. ايوه صح. حتى لو هم متعلمين وانت يعني ما تعلمتش في الفتره اللي فاتت عشان زمان ما كانش فيه تعليم قوي. كان فيه تعليم لكن كتاب. لكن لكن الاب اهم حاجه طبعا. هم يسمعوا كلام الاب. صحيح. طيب انا عايز بس اسالك سؤال اخير كده عشان ما اعطلك. هاتوا رقمه بس يا جماعه. هاتوا رقم. رقم يا جدع اللي خدت البطاقه. هاتوا رقم احنا عطلنا. والله انت عسل. والله قلت لي ولادك قد ايه عندك؟ عندك رقمك اهو ما شاء الله. ماشي. اتشهرت انت النهارده. قطع في التلفزيون الجزيره على فكره. ايوه ايوه الجزيره. طيب انا عايز اسالك سؤال بقى اخير. اتفضل. ايه اللي خلاك تكون؟ سالتك السؤال ده مره بس هساله لك تاني عشان ما جاوبتنيش عليه على فكره. قول. ايه اللي خلاك تختار ده ما اخترتش ده؟ هل التلفزيون اللي اثر فيك؟ قعدت قعده حلوه على المصطبه؟ قعدت قعده حلوه؟ ما قعدتش مصاطب بقى. ليه ده قعدات حلوه؟ لا دلوقتي بقت البيوت مبلطه بالرخام والمزايا. والله ما في احسن من المصطبه حاجه. ما قعدتش مصاطب. طيب خلينا من المصطبه. وكان مين يعني انت اقتنعت ازاي؟ الناس اللي هي الناس الكبار اللي هي هتنتخب زي بننتخب زيه. انتخبت فلان كذي، انتخبت فلان كذي، والبيت كله انتخب فلان عشان كذي. طيب والبلد ايه كذا دي اهم حاجه ايه عندك من وجهه نظر؟ ايه كذا بقى دي اللي المفروض يعني فلان مثلا. الرئيس ده اهم حاجه يعملها ايه غير موضوع الفلاح؟ الرئيس الرئيس بقى يمشي البلد. شوف الحراميه خربوا ايه. هي دي كانت الدواجن دي كانت تهد. سرقوا العدد بتاعتها الجماعه الفطاحل وخربوها. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. انت متفائل الاول يعني عندك كده احساس بان الخير جاي إن شاء ولا الله لسه البلد فيها خير ولا لسه؟ البلد فيها القران ربنا. فيها قران ربنا. لازم ما تنخربش على قد اللي خربوه من البلد. بس مش هتنخرب يعني ما ماتتش لسه. لا ما ماتتش. لا ما ماتتش ولا هتموت لما يكون فيها احياء واموات. ما كل واحد بيموت. بس ان هم دلوقتي الجماعه خد دي 30 فدانه هم خدوا سرقوا العدد بتاعتهم الجماعه الفطاحل. بتشتغل اكتر من 5000 واحد. ابنك وبنتي وبنت التاني بتشتغل فيه. وما تيجي تتجوز تطلع بمكافاه. تجهز نفسها. كل ده بقى يعني الرئيس اللي جاي لازم بقى ياخد باله من حاجه. تتعمل. هي دي كانت تنهد. انهدت بطنهم الجماعه الكفره. متشكرين قوي يا حاج. متشكرين جدا. متشكرين. هنقف مع الناس. والله يعني لقاء من الفطره كده من القلب. يعني طالع كده من جوه. هو ده اصل المواطن المصري الجميل اللي بيتكلم بكل تلقائيه وبيعبر عن قطاع كبير من الشعب المصري. السلام عليكم الاول. الله وبركاته. انتخبت ولا لسه؟ انتخبنا امبارح ان شاء الله. يعني انتخبنا امبارح. النهارده ايه تاثروا على حد؟ لا مش ناقصه حاجه بس نشوف يعني في اقبال. يعني مبسوطين يعني. يعني حاسين ان هو حاجه كده نقدر نسميها يعني عرس مثلا زي ما بيسموها. احنا مبسوطين يعني جايين نتفرج. الناس كتيره ما كانش بيحصل بالصوره دي. فطبعا جايين يعني.